متتبعين قناة دوت كوك، مرحبا بكم معايا من جديد. مبروك عواشركم، رمضان مبارك، يدخل عليكم بالصحة. وباش نتمنى ان شاء الله، جيت معكم في واحد الوصيفة اللي هي بسيطة وسهلة ان شاء الله بإذن الله، اللي هي البريوات باللوز. نبدأ معكم على بركة الله. عندي هنا 300 غرام ديال اللوز مقشر ومطحون، وهذا اللي مقشر ومحمر ومطحون، وجوج معالق ديال الماء زهر، معلقه صغيره ديال الزبده، معلقه صغيره ديال القرفه، وهنا ثلاثه ديال المعالق ديال النيسلي اللي هو لو لي كونسونطري محلى. نبدا معكم على بركه الله. قبل ما نبدا، هذا اللوز اللي طحنته رجع بحال بخاليني مطحون، طحنته مزيان حتى رجع على هذا الشكل. نوري لكم كيفاش كيولي، كيرجع كيكون جاري بحال لي باتا تارتيني ديال لاموند، كيكون على هذا الشكل. هذا معكم ان شاء الله. عندي كما قلت لكم 300 غرام ديال اللوز اللي عندي مسلوق وقشرته، ومن قشرته طحنته ما حمرتوش، وهذا اللي كيجي هكا، كيجي بحال بيغي. هاد الوصفه هادي كنتمنى تجربوها كتجي. دابا غنزيد الماء الزهر اللي هو قلت لكم جوج معالق، والزبده اللي هي معلقه صغيره، ومعلقه صغيره عامره كما كتشوفوا ديال القرفه. اللي عنده المسكه يزيدها، اللي ما عندوش بلاش، هذا كيبقى اختياري. نجمع هادو مزيان كما كتشوفوا. هاد الوصفه هادي واحد الرائحه طالعه من هاد المنظر. ومن بعد نجمعوا داك ثلاثه المعالق ديال هاد، شحال ما دلكتوها العجينه كتجي معلكه. هذاك الشيء دلكوها مزيان بيديكم، دخلوا داك الزبده فيها، معلقه صغيره عامره ديال الزبده. انا عندي غير 600 غرام، ما كاملهاش 600 غرام، 300 ديال اللوز محمر واللوز مازال خضر كما كتشوفوا. ما تخافوش من اللوز هذاك محمر، انا طحنته رجعت بحال اون باتا تارتيني. هانتوما كتشوفوا ملي كتخلطوه. ودابا نزيد هاد ثلاثه د المعالق ديال حليب المحلى نيسلي. انا ما درتش فيه السكر لان الحليب هذا حلو، اللي بغى يدير السكر هذاك كيبقى اختياري. انا درت فيها الحليب المحلى ثلاثه، وعاد درت العسل، والعسل حتى هو حلو. هذاك الشيء درت غير ثلاثه، نقدر نزيد انا نشوف على حسب القوام، الا قديت نزيد نزيد عادي نزيد، اللي كيجي حلو. انا ما درتوش، ما درتش كاع السكر. غنزيد بشويه ديال الحليب، داك ثلاثه ما كفاونيش، غادي نزيد واحد جوج معالق باش يتجمع ليه. كيف ما قلت لكم، انا داك ثلاثه المعالق ديال الحليب المحلى ما كفانيش، غادي نزيد. نتوما تقدروا تزيدوه كله على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب العقده ديال اللوز، الا بغات تزيدوا لها. انا غنزيد واحد جوج معالق كبار كما كتشوفوا. هو هذا لي كونسونطري، كاين لي كاراميليزي حتى هو، لا بغيتو حتى هو كيجي غزال. لا بغيتي تزيدو فيه لا بات داموند، لا بات داموند كتكون كارتيني حتى هي، بغيتو تزيدوها معلقه. شنو ما زدتو في الحشوه راه كيجي زوين. انا المسكه الحره ما عنديش متوفره، داكشي علاش ما درتهاش، درت غير ما زهر وقرفه كما كتشوفوا. نجمع العجينه ونكورها ونرجع معكم نوريكم الشكل ديالها النهائي. كما كتشوفوا هذه هي لاباط فيلو، ورقه ديال فيلو مقبصيله. انا غنبدا نقطع معكم، انا غنحسب ثلاثه ديال الصبعين، غنقطع القطعه ديال البيتزا. كما كتشوفوا انا كعبرت من بعد المقطع، نبدا
بعد ما كورت الكبيرات هما هادو دابا عندي جوج ديال الورقات. نبدا نطوي معاكم البريوه ديالي ندير هكا كما كتشوفوا. بغيتو تدخلوهم للفران مزيان، بغيتو ديروهم غير ديروهم تقليهم في الزيت حتى هو كيجي رائع. بعد نلصق معكم ونوريكم كيفاش كنلصق، نزيد نوريكم ثالثة كيفاش غادي تجي. ناخدو كويرة نديروها هكا، كنبداو نديرو مثلث هاد الورقة هادي كتساعدنا باش نديرو البريوات وكتجي مقرمشة كما قلت لكم. انا غنديرهم في الزيت، اللي بغى يديرهم في الفران كيدهنهم بالزيت ويديرهم في الفران، ومن بعد ما يخرجوا من الفران يديرهم في العسل دافي. نزيد معكم وحده ونتلاقاو في مرحله القلي. نزيد معكم هذه وحده كتشوفوا. اللي بغى يلصقهم بالبيض البيض، ولا اللي بغى يلصقهم بالطحين. انا غنجي معكم غنوري لكم كيفاش نلصقهم بالطحين. طويت البريوه ديالي كما كتشوفوا، كنهز بصبعي ولا بالشيته كما عندي نستعمل صبعي، وكنبداو نسدو هكا بالعجينه. اللي بغى يدير بيض البيض يدير بيض البيض، نحطوها كما كتشوفوا. صافي هكا هذه البريوه ديالي، ونتلاقاو في مرحله القلي. هادو هما البريوات من بعد ما جمعتهم كيجيو على هذا الشكل. دابا غنبدا نقليهم معكم. درت انا الحمام الزيت هنا يسخن، من يسخن عند ندير البريوات ديالي. نقصر البوطه ما نخليوهاش مجهده، خليوها على عافيه مهيله، ماشي مهيله مهيله، العافيه مهيله. ونبداو نطيبو. انا عندي العسل هنايا دفيتو شويه، زدت فيه شويه د ما زهر. اللي بغى يزيد ما زهر هذا كيبقى اختياري، ما زهر فاني. كل فوق نقادينهم حتى يطيبوا ونديروهم في العسل. انا غنزينهم بزنجلان ولا باللوز إفيلي. سمعي تحمر الفاسون لما ديجا طايبه الحشوه كلشي طايب.
نبدا نقلبوها كما كتشوفوا ملي بدات تحمر نخليهم باش يتحركوا قبلوهم. طابق نبداو نديرو في العسل البريوات. من بعد ما قليتهم ودرتهم في العسل هادو زوقتهم بالزنجلان وهادو باللوز ايفيلي كما كتشوفوا معايا كيجيو على هذا الشكل. كنتمنى هاد الوصفه تروق لكم وتعجب لكم وتجربوها ودردوا عليا في التعاليق ديالكم الزوينين. وشكرا للناس اللي كيدعموني والناس اللي كيخليو لي التعاليق ديالهم الزوينين. ونتمنى منكم هاد الوصفه تجربوها وتبارطاجيوها مع اصحابكم ولايك لايك لايك وشكرا. رمضان كريم عليكم وعلى جميع العائله.